السنسوري انا محتاج سمع وبصر، محتاج اوديتوري ومحتاج فيجوال. محتاج اوديتوري اللي هم كانوا كام بقى؟ ده اريا 22 وكنت محتاجها معاهم 41 42 والفيجوال 17 و18 و19 وعشان الكتابه محتاج اريا اسمها اريا 39. حلو الكلام؟ والموتور اريا 44 واريا 45. تعال نمسك الموضوع من الاول، فورميوليشن اوف سبيتش. عشان تتعلم فورميوليشن اوف سبيتش افهم اللي انا هقوله. الطفل الصغير بيتولد ما لا عارف يتكلم ولا عارف يكتب ولا حاجه، بس ربنا جعل له سمع وبصر، يعني بيسمع وبيشوف. فبتبدا الام تلاقي البيبي بتاعها تيجي عند سن 3 4 5 6 شهور تبدا تتكلم معاه هي وقدراتها يعني. فكل شويه تقول له انا ماما يا حبيبي، انا ماما. والماما بقى انا ماما، هو عمال يسمع كلمه ايه؟ هو بيسمعها في اريا كام؟ بصوا فوق معايا احسن منكم وعيش معايا، عارف ان الكلام متكرر ومتعدد وشرحته في العمل كتير، بس فوق معايا هو بيسمع في اريا 41 وخلاص ناخد حاجه، يبقى لازم تكون اريا 41 42 ويكون السنسور اورنس فور برسبشن او فيلم يكون ثلاثي. لو الطفل ده اصلا ما بيسمعش ما هيتكلمش، مش كده ولا لا؟ يعني بس هو لازم يكون ايه؟ بيسمع اصلا ويكون السنسور اورنس بتاعته سليم، هو سمع باريا 41 42 فعمال يسمع كلمه ماما، كلمه ماما، طب بيشوفها باريا كام؟ 17. حلو كده، يبقى هو سمع ب 41 42 وشافها باريا 17. تكرار انها تقعد تتكلم وتكرر ان هو يشوفها وعمال تعمل له حاجات كتير، فهو عمال ايه بقى؟ عمال يحوش صورتها ويحوش صوتها، فلما يسمع صوتها وهو مش شايفها يبدا يتعرف عليها. باريا كام؟ 22. طيب لما تبدا تتكلم وهو مش شايفها يتخيل صورتها، يتخيل صورتها باريا، ولما يشوفها يعرفها باريا 18 و19. فهمتوني ولا لا؟ يبقى انا محتاج الكورتكس ولا مش محتاجه؟ محتاج الكورتكس. الطفل ده يا ولاد في اخر السنه الاولى يبدا يتكون عنده موتور قريب اللي هي 44، فيبدا عشان يتكلم يجيب ماما ماما ماما، بعدين يقول ماما ويبدا يغنيها، وبعدين نقعد نعلمه الاسماء، قول يا مش عارف مين، وقول يا مين، قول يا احمد، قول يا محمد، عشان يقعد يقول زينا. يعني هو بيقلد الحاجات اللي احنا بنعلمها له. كبر شويه 3 4 5 6 سنين راح بقى مدرسه حضانه كي جي 1 بيبي كلاس اي حاجه، فيبداوا يقولوا ايه ده 1 ده 2 ده 3 ده 8 ده 9، فهو بص على الصفر في الاول ايه اللي بيقولوا؟ ايه الهبل ده؟ واخد بالك؟ وبعدين يبداوا يعلموه الكلام والكتابه. ها بيعرفوا الحاجه الاول، بعدين يدوا له ورقه كده ومقفين الكلام وهو يمشي عليه، وبعدين يبدا يكتب لوحده، ويكتب لوحده ده ايه؟ مش عارف نازل يشرب من البحر، وبعدين طالع للسماء، واي كلام. بس مع تكرار هذه العمليه، مع التكرار هيبدا يتكون عنده مركز، المركز اللي اتكون عنده ايه اسمها ايه 45، يبدا يكتب ويبقى جميل وزي الفل. يبقى انا احتاجت سنسوري من الاول، هو الطفل ده ما بيشوفش. هل هيعرف الكتابه بتاعتنا؟ ها ما بيسمعش، هيعرف الحروف وينطقها ازاي والحاجات دي كلها؟ وفي نفس الوقت يا ولاد انا احتاجت ايه دلوقتي؟ انا محتاج ايه عشان اتعلم القراءه والكتابه والكلام ده؟ انا محتاج سنسوري، محتاج الاوديتور والفيجوال صح؟ ومحتاج ايه اتعرف بيه على الحروف والارقام؟ ايه اسمها؟ 39. عشان اتعرف لما اشوف الحرف ده اقول ده حرف كذا، انا شفته قبل كده، الحرف ده انا عارفه، انت في اللاوعي بتعمل الحاجات دي، بس هي اريا اسمها اريا ايه؟ وفي نفس الوقت محتاج ان انا اكتب، فانا محتاج اريا اسمها؟ اريا اسمها 45. يبقى اذا انا محتاج إيه؟ بس في حاجه يا ولاد، انا دلوقتي لو جيت قلت ايه لكل واحد كده، كل واحد يعني مثلا ايه، تخيل اقول لك ماما او بابا او اخوك، اي حد اقول لك اخوك مثلا، اخوك محمد مثلا، حلو كده؟ فانت جيب بالك ايه ده اخويا، ده الله اكبر مني، ده عمل لي حاجات حلوه كتير، انا بحبه جدا، انا بكتبه بالعربي كذا وبالانجليزي كذا، فاهمين؟ انا جمعت وتخيلت شكله وتخيلت صوته، ايه ده انا شغلت مين؟ انا شغلت، لا معلش بالراحه بالراحه، انا لما اكتب اسمه ايه 45 ولما انطقه 44 ولما اتخيل شكله انتوا بتعملوا ايه طيب؟ ولما اتخيل صوته، طب معلش مين اللي ربط الحاجات دي كلها ببعضها؟ يبقى اللي ربطهم كلهم بعضهم ايه اسمها؟ 37. فهمت ولا لا؟ يبقى ايه دور ال 37 ابطال بطاقه اللي هي الاسوشيتد يعني. طيب كويس. دلوقتي الكلام اتكون، قلنا في اريا 44، حلو كده؟ ها اتكون، هل اريا 44 دي خارجه تتكلم يعني؟ لا هي مش خارجه تتكلم، هي اريا 44 بتدي اشارات، تبدا تشغل الكورتكس، تشغل اريا 4 اللي هي الاوريجن بتاعت البرامج، عشان يحصل حاجه اسمها، يحصل حاجه اسمها ارتكيوليشن، تروح بعت اشاره للبرامجال تقول له انزل يا برامجال بسرعه شغل الكرانيال نيرفز 5 و7 و9 والبربر والكلام ده عشان اخرج الكلام. يعني اريا 44 بعت اشاره لايه؟ اللي هي فوق اللي هي الاورجن بتاع
البراندر والاريا 6 بتاعت الاكسا براندر كمان تقول لهم يلا ابداوا اتحركوا انزلوا شغلوا الكرينيال نيرف. لما الكرينيال نيرف تبدا تشتغل الكرينيال نيرف تشتغل تحرك الشفايف تحرك اللسان وحاجات مش عارف من اعلى الحلق وحاجات من الفوكال كورد وحاجات منين وحاجات منين وتبدا تخرج الكلمات بتاعتك. يبقى انت محتاج كرينيال نيرفس عشان تشغل العضلات والحاجات بتاعت الكلام. طب مين اللي شغل الكرينيال نيرفس اصلا؟ طب مين اللي شغل البراندل؟ مين اللي شغل البراندل؟ ها البروكس. مين اللي شغل البروكس اريا؟ مين اللي شغل البروكس اريا؟ الهاير سنتر. مين اللي بيشغل البروكس اريا؟ الروح بس خلاص. ده مش حاجه بعد كده. انتوا بتسرحوا تقولوا ايه؟ ده مش حاجه بعد كده. ما هو مين اللي شغل اريا فور؟ قلتوا حاجه يا ولاد؟ ما نعرفش. يعني هو مين اللي ده الاوردر اصلا؟ ما لو حد كان عارف انه بيديهم الاوردر فاهمني؟ كانوا بينوا حاجات كتير. خلاف موضوعنا مش هندخل في الكلام ده فلسفه انا ما بحبوش اصلا. انا عايز اوصل له حاجه ان اريا 44 بعد اشاره اريا ايه؟ اريا فور. اريا فور دي راحت بعد اشاره البراند ده. راح البراند ده راح محرك كده يعني نبدا بقى حضرتك تتكلم. ده اسمه تنفيذ الكلام ارتكيوليشن. في نفس الوقت محتاج الكلام بتاعك يبقى فيه ايموشن صح؟ تدي انفعالات. ها محتاج اكسترا براند ده ومحتاج الكلام ماشي منمق ماشي مع بعضه. ها ما يقعش منك. ها محتاج السيربلوم. دي حاجه اسمها تنفيذ الكلام. يبقى انا عندي حاجتين مهمتين. في حاجه اسمها فورميوليشن في حاجه اسمها ارتكيوليشن. فورميوليشن احتاجت السيربرال كورتكس. والله كاننا رجعنا السيربرال كورتكس. وفي نفس الوقت انت محتاج محتاج تنفذ. محتاج تنفذ محتاج برامدر محتاج كرينيال نيرفس محتاج اكسترا برامدر محتاج سيربرال. حلو. كل اللي فات ده شرح. تعالى بقى للسؤال. لو حصل ديفكت في الفورميوليشن ان سبايت اوف نورمال مينتاليتي ان نورمال سنسوري اورجانس دي كلمة اسمها افيزي او ديسفيزي. يبقى افيزي او ديسفيزي يعني ديفكت في الفورميوليشن اوف ديسفيزي. بس بشرطين المينتاليتي يبقى اصل واحد عنده مينتال ريتارديشن احكم على الكلام بتاعه اصلا. وبعدين يبقى عنده سنسور اورجان سليم يكون استقبل اصلا يكون ما عندوش مشكله. طيب ها يكون بيتكلم. لو حصل عندي يا اولاد مشاكل في الفورميوليشن دول ثلاث مشاكل. الله يبارك لكم وركزوا. في ثلاث مشاكل في الفورميوليشن وكلهم قلناهم. يا اما تكون سنسوري افيزيا يا اما تكون موتور افيزيا يا اما تكون اسوشيتد افيزيا. لو كانت سنسوري افيزيا لو اتضربت اريا 22 يبقى اسمها اوديتوري اجنوزيا. لو ضربت اريا 18 و 19 فيجوال اجنوزيا. لو ضربت اريا 39 يبقى عندي اليكسيا. كمان مره لو ضربت اريا 22 عندي اوديتوري. يعني ايه؟ هو سامع بس مش فاهم اللي هو سامع. هو مش عارفه. ضربت 18 و 19 هو شايف بس مش فاهم هو شايف ايه. ضربت اريا 39 هو شايف الحروف في الارض. شايفها ولا مش شايفها؟ لكن مش عارف مدلولها ايه. ده دي كلمه اسمها اليكسيا. يبقى سنسوري افيزيا كام حاجه؟ ثلاثه. اوديتوري اجنوزيا وفيجوال اجنوزيا واليكسيا. ماشي؟ طيب لو اتضربت الموتور، الموتور اللي هم اريا 44 و45 لازقين في بعض، اتضربوا مع بعض وغالبا بيتضربوا مع بعض، رايح نفسك قول لي موتور افيزيا. لكن لما اقول لك ما انواعها؟ تقول لي اريا 44 هيبقى اسمها اكسبريسيف افيزيا، لكن اريا 45 اريا 45 يبقى اسمها اجرافيا. وطبعا ملاحظ حاجه؟ كل اللي بتكلم عليه في الدومينانت هيمسفير. كل كلامي دلوقتي على الدومينانت، يعني كل اللي بتكلم عليه في الدومينانت. طيب، ايه رايكم ان السنسور زي الفل والموتور زي الفل ومشكلته في الـ 37؟ هيقول كلام مالوش علاقه ببعضه، كلمه من هنا وكلمه من هنا، كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، كلام مربوط ملوش تحت اللازمه، يبقى دي اريا 37. وعلى فكره الاكزامبلز عليها كانت هنا، كان يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ مش عارفين الكوميكس المشهور؟ تأتي الرياح وطلع بدر علينا. يعني هو ايه بيقول حاجه من هنا وحاجه من جده مش عارف من رجلين. يعني يجيب لك حاجه مالهاش علاقه ببعضها. فيقول لك حاجات مالهاش علاقه ببعضها في نفس الجمله يبقى دي كلمه اسمها ايه؟ جارجون سبيتش او سلطه سبيتش، كلام سلطه. يا اولاد يعني ايه كلمه افيزيا؟ اصل هو ده السؤال. يعني ايه كلمه افيزيا؟ ديفكت بس بشرط حاجتين، نورمال مونتاليتي ونورمال سنسور اورجانس. ما انواعها؟ سنسوري موتور اسوشيت. ايه انواع السنسوري؟ اوديتوري اجنوزيا وده ليجن فيري 22. ها فيجوال اجنوزيا وده ليجن 18 19 او يكون اليكسيا وده ليجن فيري. وكلهم فين؟ في الدومينانت. حد معترض؟ طب موتور موتور افيزيا يعني ليجن فيري 44 و45 في الدومينانت دي اسمها موتور افيزيا. لو بصصناها 44 اسمها اكسبريسيف افيزيا و45 اسمها مش ده الكلام اللي قلناه في الاول؟ طب الدرجه الاريا 37 بتاعت البارتيكول هيحصل سالد سبيتش او اللي هو جارجون سبيتش كلام متلخبط. اوكي؟ طيب على فكره في الكلينيكال مش هيجي لك حد عنده ايه؟
افيزيا امتحان كلينيكال مش هيجيب لك مريض عنده افيزيا تعمل معاه ايه اساسا يعني؟ خاصة لو الاكسبريس الافيزيا تعمل معاه ازاي اصلا؟ ما ينفعش واخد بالك؟ لكن بقى حالات الديفكت في الارتكيوليشن كتير. ديفكت في الارتكيوليشن اسمها ديسارثريا. يبقى ديسارثريا عندي ديفكت في الايه؟ ودول بقى على حسب الخلل فين. لو كانت المشكله في البيراميدال او في الكرينيال نيرفز دول اهم حاجه بقى. لو المشكله في البيراميدال او في الكرينيال نيرفز يبقى في حروف واقعه منهم الكلام في تحتها اسمه سلرد سبيتش. حروف مبهمه يتكلم زي الطفل الصغير. هو الطفل الصغير هيقول محمد يقولها ازاي؟ اما انا عايز اقول لك هات الكوره يقولها ازاي؟ الطوله مش كده؟ يعني كل حاجه بياخد منها حرفين. على فكره جبت لكم مره عين كده. وقال لكم انا اسمي محمد امين عبد العزيز هو اللي عدى الاولاد في فرقه محمد طه نفسي. هو اسمه محمد توفيق ام عبد العزيز متجوز وعنده ثلاث اولاد وشغال عام وساكن في 6 اكتوبر وكنت شغال عامل في مصنع نسيج بس هو كل كلمه بيقولها جديد. هو كان معاه نزل تون اوف فويس نزل تون اوف فويس كمان ده كان اسمه سلير سبيتش. طب يا اولاد عندي مشكله في الاكسترا برانلر. الاكسترا برانلر ده بيدي الايموشن صوتك يعلى ويوطى وحركات وشك وتعبيرات ايدك والصوت ساعات يعلى ويوطى مش كده؟ لو عندي خلل في المنظومه دي يبقى عندنا حاجه اسمها مونوتونس سبيتش اي كلام على وتيرة واحدة اللي هي المحاضرة المصرية انها كلام المحاضرة وانت ماشي في المحاضرة كده تلاقي الدكتور ماشي مع نفسه واحنا نايمين طبعا مش كده؟ طيب السيربيلم ده بيخلي الجمل منسقة ومرتبة ومتظبطة زي الفل لو حصل خلل في السيربيلم هيحصل حاجة اسمها ستاكاتو سبيتش يعني الكلام يبقى مقطع. ستاكاتو ليها ديفينيشن انتربتد اكسبلوسيف انتربتد مقطع اكسبلوسيف طالع بالعافية قوم اطلع بره يعني بيتكلم كده الكلام ماشي بالعافيه انا بحب اسكندريه دي اسمها استاكاتو سبيتش. لو ضرب بيراميدال مع سيربيلا مع بعض اسمها سكانينج سكانينج او ستيرد استاكاتو يعني الكلام ماشي مقطع وطالع بالعافيه وفي نفس الوقت في حروف متاكله كل دي تحت عنوان اسمه يا اولاد ديسارثريا ودي مشاكل الكلام اللي هي الحاجات الاورجانيك. في حاجات بقى بتبقى ايه؟ في كلام بيبقى حاجات كده سايكيك مالناش دعوه بيه ركز في الحته دي. لو جالك سؤال في المكان ده سبيتش ديس اوردر هتقسمها الى خلل في الفورميوليشن والارتكيوليشن بالمنظر ده واعتقد هيبقى سؤال سهل جدا. هو في صفحه كده من النوع الغبي اللي هي في صفحه شكلها وحش يعني مش موجوده هنا هي صفحه كام؟ 35 دي ما تقراهاش خالص هتحفظ من اول كلمتين انت من اول افيزيا هتذاكرها هتذاكر افيزيا وهتذاكر ديس اوردر يعني هم صفحتين بلاش بلاش غباوه يعني ماشي كده؟ هنتكلم على البلاد سبلاي والفاسكولار اوكلوجن بلاد سبلاي وفاسكولار اوكلوجن بص انا كده البلاد سبلاي والبرين بيعتمد على حاجتين حاجه اسمها كاروت الجلع عشان اقول طلعه بس ها في حاجه اسمها كاروت سيستم وفكره الدرس كله يتحط على السبوره خلال 10 دقائق فتركزوا حضرتك الدرس كله خلص بلاد سبلاي خلص ركز معايا هو يتحط على السبوره 10 دقائق خلصان اصحى معايا احنا خدنا اولاد لسه الكورتكس وعايزين ايه تاني؟ بلاد سبلاي والسيريبرال كورتكس او برين بيعتمد على حاجتين حاجه اسمها كاروتيد سيستم وحاجه اسمها فيرتيبرال وبازلر سيستم. الكاروتيد سيستم ده بيدخل الانترنال كاروتيد عن طريق الكاروتيد فورم بيمشي حاجه اسمها كاروتيد كانال. انتراكرينيال بيمشي في اللاتر بوردر اوف ذا فيرنال ساينس وبعدين وهو ماشي بين ثلاث برانشات بين حاجه اسمها اوستالميك برانش وكورويدال برانش وبوستيرو كوميونيكيتنج برانش واحد واحد اوستالميك برانش رايح للعين وده لو اتقفل هيؤدي الى النايكلس وبيدي كورويدال رايح لحاجه اسمها كورويدوليبسس الكورويدوليبسس دي اللي بتتصنع اسمها سي اس اف وبيدي برانش اسمه بوستيرو كوميونيكيتنج ده بيشارك في حاجه اسمها سيركل اوف ويل زي ما قلنا كمان شويه وبعدين يتقسم لتو اند برانشز تو اند برانشز واحد اسمه ميدل سيريبرال ارتري واحد اسمه انتيريور سيريبرال ارتري يلا اول معلومه تاني عن الكاروتر ده انترنال كاروتر ارتري بيدخل انتراكرينيال عن طريق كاروتر فورامين وبيمشي حاجه اسمها كاروتر كانال ثم في الكاروتر ساينس وهو ماشي فيها بيدي ثلاث برانشات برانش العين اسمه اوفتالميك وحاجه اسمها كولويدال ارتري وبيدي حاجه اسمها بوستيرو كوميونيكيتنج وبعدين يتقسم لتو
terminal in the branch اللي هم الميبر سيريبرال والانتيبو سيريبرال. حلو كده؟ هذا الميبر سيريبرال بيمشي لاترالي على السيريبرال كورتكس، بيمشي على اللاترال اسبكت اوف سيريبرال كورتكس. احنا قلنا من شويه ادي السيريبرال كورتكس وادي اللوبس بتاعتنا، اوكي؟ هو بيمشي لاترالي هنا، بيمشي على الحته دي بالظبط، على اللاترال سالكس، واخد بالك؟ ويقعد يدي برانشات عشان يغذي لنا مين يا ولاد؟ بيغذي الجزء ده، الحته دي كلها. يعني اللاترال اسبكت، واخد بالك؟ يقول لك بتاع ايه؟ بيقول لك الانتيريور 3 فيبس، هو من اول هنا كده الواد دول خمسين ودول ثلاث اخماس. هي مش دول ادويه، بياخد الجزء ده كله، حلو كده؟ وهو ماشي هذا الميدل سيريبرال ارتري بيدي نوعين من البرانشات. بيدي حاجه اسمها كابسولر برانش رايت انترنال كابسول، وبيدي حاجه اسمها كورتيكال برانشز. اولا الكابسولر برانش بتاعه احنا دايما هنحطه قدامنا المنظر ده. ده كده غير الانترنال كابسول اهو. الانترنال كابسول بيتكون من انتيريور لمب وبوستيريور لمب وجينيوم. الجزء اللي ورا ده ها اسمه الدورسال اسبك الدورسال هاف. فهو بيدي برانش اسمه الانتيجلو ستريت بيغذي الدورسال هاف اوف اول انترنال كابسول. بصوا عليا كده، الانترنال كابسول عامل كده. فده اسمه ايه؟ انتيريور لمب، وده اسمه بوستيريور، ده اسمه جينيوم. وفي نفس الوقت يا ولاد الحته دي ها اسمها فنترال اسبك او انتيريور، الحته دي اسمها دورسال. هو بياخد الحته دي كلها. خد الجزء ده كله، فهمتوني ولا لا؟ يعني خد كل الجزء ده، وعلى فكره ده اللي معدي فيه كل الفايبرز. فبالتالي هو ضرب كل الفايبرز اللي معديه فيه. بس اسمه الارض يهمني قوي، اسمه الانتيكلوستراليت. اسمه ايه؟ تقولوا 100 مره اسمه ايه؟ الانتيكلوستراليت. ليه يا دكتور؟ هو اكتر ارتري يحصل فيه فاسكولار اوكلوجن او يحصل منه هيموريج. اكتر ارتري بيتدفن في الكون. اكتر ارتري يحصل منه انترا سيربرال هيموريج هو هذا الارتري اسمه الانتيكلوستراليت. حبيتوا لسه مهم. وبيدي كورتيكال برانشز، والله واضحه من اسمها. الكورتيكال برانشز هيغذي مين من اللوبس؟ والله يا دكتور هيدي حاجات للفرونتال، مش كده؟ فكرني كده بالارياز، يعني اريا 4 مثلا واريا 6 مش فارقه قوي، ها؟ اريا 8 و44 و45 لو كنا كنتوا. طيب نمره 2 هيدي حاجه اسمها بارايتال برانش، يلا ماشي 1 2 3 ها 37 و39 لو كنا في الدومينت، ها؟ لو كنا في الدومينت، لو كنا في الدومينت. وهيدي يا سلام، والله انا حبيته خلاص. ابر فايبرز ساعات بتبقى حلوين، هو مش كتير بس ساعات بتبقى حلوين. ابر فايبرز وبوتي كرنيشن، حلو. امتى حاجه اسمها التمبرال برانشز؟ يلا ها 41 42 ها 22 لو كنا ها في الدومينت، وكمان ممكن حته من الليمبك سيستم. وحد عايز يقول لي حاجه lower fibers of optic radiation. على فكره خلصنا والله. الكاروتو بتنزل من تو اند برانشز، واحد اسمه ميدل سيربرال. الميدل سيربرال ده بيمشي لاترالي، بيمشي على اللاترال سالكس وبيقعد يدي برانشات. وبيروح للانترنال كابسول وبيدي برانش عظيم. البرانش بتاع الانترنال كابسول اسمه الديجلوسر. بيغذي مين يا ماجد؟ الدورسال هاف والكول، يعني الانتيريور والجينيوال بوستيريور لمب، بياخد الدورسال اسبكت كله. وبيدي كورتيكال برانشز، ها بيدي الحته دي فرونتال، وبيدي ليه البرايتال، وبيدي كمان التمبرال. بس خدوا بالكم ان هو ما خدش اريا 4 كلها ولا اريا 1 2 3 كلها، فاهمين؟ ما خدهاش كلها، واخد الجزء اللي تحت لما باي دوت. تمام. الاند برانش الثاني كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ ها انتيو سيربرال. ده بقى بص يا دكتور، ها ده من جوه، يعني ده الكورتكس كده من جوه. دي حاجه اسمها كوربس كالوزا، فاكرينها؟ ده بيمشي حوالين الكوربس كالوزا، ده من جوه. وهو ماشي من جوه، ها وهو ماشي بقى عنده برانشات كده، يدي برانشات يدي برانشات يدي برانشات. هيدي مين يا دكتور؟ البرانشات بتاعت الانتيور سيرفر ارتي على نوعين، يا اما كورتيكال يا اما كابسولر. وعشان نقول كلمه كابسولر لابد نحط هنا مين؟ نحط هنا الكبسول. احنا في جزء خلصناه اللي هو الجزء اللي ورا ده الانتيور ليد، فهو بياخد الحته دي ولا الجزء ده. فنترال اسبكت اوف انتيريور لمب اوف انترنال كابسول ده اسمه هوبنرز ارتري. هوبنرز برانش، هوبنرز ارتري بياخد مين؟ فنترال اسبكت اوف انتيريور لمب اوف انترنال كابسول. وهو ماشي على الكوربس كالوزا بيدي برانشات، بس هو برانشات عشان تلف. بص يا دكتور، بص بص بص، هو بيغذي الحته دي. فاهم يا دكتور ولا لا؟ يعني هو خد مين بقى؟ لما اقول لك البرانشات بتاعته غير بعد الكابسول في كورتيكال، بيدي حاجه اسمها كالوزال برانش من اسمه. بيغذي الكوربس خلص ما هنتكلم عليه. ها وبيدي برانش ثاني يا اولاد، ها اسمه ايه؟ ها بري فرونتال
بلد والله شاطر فهمني. رايح البري فرونتال لوب وبيدي بارا سنترال برانش، رايح البارا سنترال لوبيول والجزء الموتور والجزء السنسوري بس بتاع اللور ليب. مش احنا هنا مش الجسم كده كان مرسوم ابسايد داون يعني كموتور دول رجلين، ها وكسنسور ده الكورتيكال سيشن بتاع الرجلين، وكان ورا هنا في مين؟ ما هو جاي من ورا يعني هو اصلا من ورا يعني هو من ورا يعني جزء البارا سنترال والحته اللي جنبه اللي هي بتاعت الرجلين كموتور وكا كورتيكال سيشن. سهله ولا لا؟ يبقى عايزين نلم الدنيا كده في دقيقتين. يلا احنا عندنا اول سيستم اسمه ايه؟ كاروتن. ها بيدخل السكال عن طريق انترافيل عن طريق حاجه اسمها ويمشي حاجه اسمها كاروتن كانال، ثم الفيرما سنه سيدي بيها اسمائهم دارمك وكوروبل ومسيرو كوميونيكيشن ويدزل لتو اند برانش اللي اسمهم ميدل سيريبرال و فالد ميدل سيريبرال مشي فين؟ مشي فين؟ على الاتر حلو كده وخد الايه؟ خد الجزء اللي قدام الثلاث اخماس كله، اداني نوعين من البرانشات كابسولر وكورتيكال. الكابسولر للزيكوسر اللي بيغذي مين؟ كل الدور صلحه وكونتينر الكبسول كله، ويبدا كورتيكال برانشز ليه؟ فرانكتر والبرايتال والتمبرال، وخد حاجه اسمها الاوبتيك راديشن ابر ولور على حسب البرانشات بتاعته. الاند برانش الثاني كان اسمه ايه؟ انتي ده مشي فين اصلا؟ مشي مين؟ يعني مشي على مين؟ على الكوربس كالوزر. طب ادي نوعين من البرانشات، ها بيدي كابسولر وبيدي طب كابسول بيدي مين؟ فنترال ازبك اوف انتيريور لينف اوف انتيريور كابسول بيدي كورتيكال برانشز او بيدي مين؟ كالوزر هو جنبه وبيدي بري فرانتر عشان الحته بتاعت الناصيه وبيدي بارا سنترال بس البارا سنترال لاحظ بارا سنترال وبيدي والحته اللي جنبه اللي هو الكوتر بتاعت الرجلين وبتاع في مشكله في الحته دي؟ فيها مشكله؟ طيب السيستم الثاني اسمه فيرتبرو بازلر. اصلا هو الفيرتبرو الارتر طلع من الفيرست بارت اوف سب كليبيان وبعدين بيطلع اثنين فيرتبرا الارترز كده فيرتبرا الفرامنا وبعدين يدخلوا من عند الفرامنا المرة لما يدخلوا يجوا عند اللور بارت اوف بونس يتحدوا يعملوا حاجه اسمها بازلر. يبقى اثنين فيرتبرا عملوا ايه؟ بقى عندي اثنين فيرتبرا تحولوا الى هذا البازلر وهو طالع كده. هو كان هنا كان عندي ادي فيرتبرا وادي فيرتبرا اتحدوا عملوا حاجه اسمها بازلر يفضل ماشي لغايه ما يطلع فوق عند البرينستم ويتقسم لتو انت برانشز اسمهم بوستيريور سيريبرال ارتريز. ها تو بوستيريور سيريبرال ارتريز. بس في حاجه شايف الاثنين دول بيدوا برانش كده وبرانش كده واخد بالك ويتاخدوا بعض يعملوا انتيريور ويعملوا بوستيريور سباينال اللي هو بيغذوا السباينال كورد طالعين من الفيرتبرال. ده اسمه بازل هو ماشي عمال يدي بارا ميديال برانشز عشان يغذي المنطقه بتاعت البرين ستيم وبعدين ينتهي بحاجه اسمها ايه؟ بوستيريور سيريبرال ارتريز. البوستيريور السيريبرال ارتريز دول زي اي حاجه ليهم نوعين من برانشات ليهم كابسولار برانش وليهم اكيد كورتيكال برانشز. الكابسولار بتاعهم رهيب جدا هو فاضل مين اصلا؟ فاضل الحته دي لا اشرحها لي اسمها فنترال ازبك او بوستيريور لينف او انترنال كابسول. بس في حاجه هنا يا ولاد في المكان ده لينتي فورم وهنا ثالاموس وهنا جوليد نيوكلس. هو اسمه ايه؟ اسمه جميل جدا اسمه ثالامو جينيكيوليت برانش او ارتري. ثلاثه جينيكيوليت يعني الثلاثه والجزء الجانجلي. هو بيدي حته صغيره من الانترنال كابسول مش معدي فيها حاجه قد كده. هو معظم الحاجات معديه في الدورسة فاهمني ولا لا؟ لكن هو الاكثر بيدي للثلاثه وبيدي للجزء الجانجلي عشان كده اسمه مميز جدا. اسمه ايه؟ ثلاثه جينيكيوليت. وبعدين واحد بيديني كورتيكال برانشز. وفاضل مين اصلا؟ فاضل مين يعني؟ فاضل مين؟ ها يروح مديني بقى للاوكسيبيتال كورتكس. ادي كورتيكال برانش فور اوكسيبيتال كورتكس. لو قلنا بالارياز يعني 17 ها و18 و وبعدين بيدي حاجه اسمها كوميونيكيتنج ارت اللي هنتكلم عليه كمان شويه. انا بيدي حاجه اسمها كوميونيكيتنج ارت لكن يهمني قوي الثلاموجينيكيوليت ده. ها الثلاموجينيكيوليت مهم. انا عايز من الكلام ده اوصل لحاجتين بس اخلصه من ايه تاني؟ ها الفيرتبرال بازل لو جبني من السب كليبيا طلع حاجه اسمها ايه؟ دول فيرتبرال وبعدين دول دخلوا من كورن المجنى عند اللور بارت اوف بونز اتحد وعملوا حاجه اسمها بازلر ماشي مسافه ثم بعد كده اتقسم لتو وسيلو سيريبرال. عندي معلومتين ان الفيرتبرال طالع منه حاجه اسمها سباينال ارتريز عشان تغذي السباينال كورد وهو ماشي عمال يدي بارا ميديان برانش عشان يغذي البرين ستيب. حلو كده وكان برضه بيدي برانشات عشان السيريبيلا واتقسم لتو بوستيريور سيربرال ارتريز. التو بوستيريور سيربرال ارتريز دول بيروحوا للبوستيريور تو فيفس اوف
السيربرال هيمسفير اللي هو الجزء اللي ورا كله، فتاخد اللاترال والميديا لكل حاجه، ابدا كابسولر وابدا كل كابسولر. ده مجازي، هو اسمه ثلاموجين كيوريتيلي فور ثالاموس. ركزوا، ثالاموس وان بيزر جاجا، دي مهمه عشان الاوكلوجن. وفي نفس الوقت اداني ايه يا ولاد؟ ها اداني برانشات، ها اداني كورتيكال اللي هم الاوكسيبيتال، واداني حاجه اسمها كوميونيكيتد ارتري. انا من الكلام ده عايز اوصل لحاجتين نخلص منهم دلوقتي. الحاجه الاولى يا ولاد، لو هنا كده ده الانفلامر كابسول انا رسمته كده، انا رسمته كده حلو ماشي. بقول لك ده الانتيور لم وده البوستيور لم، وده مين؟ ده الجين، وده الدورسال هاف بيتغذى كله بالميبر سيريبرال ارت اللي هو الانتيرو سترايت. ها وهنا الانتيرو سيريبرال ارت اللي هو خفنر، وهنا البوستيرو سيريبرال ارت اللي هو اسمه تلاموجيني كيوبيت. فانا بقول لحضراتكم حاجه، العلاقات يعني ده هنا كده في المكان ده لينتي فور، ها وهنا في عندنا الثالاموس، ها وفي عندنا هنا الكودين نيوكليس. حلو كده، البراندل نازل في الحته دي كلها، يعني واخد الجينيو والانتيور بارت والبوستيرو لم، طالع جنبه السنسوري ثم السمع والبصر. الانتيرو في بس اسوشيتد فايبرز، يعني ترتيب الفايبرز كده، الجينيو كله في البوستيرو لم، ها الجينيو ده البراندل، والانتيرور بارت اوف ها بوستيرور برضه ده ماشي فيه البراندل. ثم الاحساس، ثم الاحساس طالع طبعا الموتور نازل والاحساس طالع، ها ثم السمع والايه؟ والبصر بالترتيب، السمع والبصر والاودري ثم فيجوال. في الانتيرور بقى ها هو نازل حاجه اسمها اسوشيتد فايبرز والسلام. العلاقات بتاعتي لو بقول لك الانتيرور ليمب بيقع ما بين الليمبي فورم لاترالي والكوبيت ميديالي، ها لما اقول لحضرتك البوستيرور ليمب بيقع بين الليمبي فورم لاترالي والثالاموس ميديالي، دي العلاقات بتاعتهم. حلو الكلام؟ المعلومه الثانيه لما احنا قلنا كده من شويه ها ان احنا عندنا الترنال كاروتيد اهو كان بيديني مجموعه برانشات، فاكرين؟ لما ده البرانشات بتاعته كان بيدي حاجه اسمها ايه؟ بوستيرو كوميونيكيتنج اهو، ده الترنال كاروتيد ارتري، اداني حاجه اسمها بوستيريو كوميونيكيتنج ارتري. حلو ركز معايا، وده كان الفيرتبرو بازل، مش كان عندي تو بوستيرو سيربرا؟ ايه راي حضرتك ان البوستيرو سيربرا ارتري اليمين والشمال كل واحد طلع ايه؟ طلع كوميونيكيتنج ارتري، اصبح فيه اتحاد مع البوستيرو بتاع الانترنال كاروتيد، ونفس الوقت الانترنال كاروتيد ده اداني انتيريور سيربرا، الانتيريور سيربرا اليمين والشمال كل واحد منهم طلع انتيريور كوميونيكيتنج ارتري. حصل حاجه اسمها سيركل اوف ويلز، ودي انستيموزس ما بين حاجتين اليمين والشمال والانتيرو والبوستيرو. بمعنى تاني هفهم الانترنال كاروتيد، ها اداني بوستيرو كوميونيكيتنج اللي جه اتحد مع البوستيرو سيربرال، ها عشان يعمل انستيموز ما بين الكاروتيد وما بين الفيرتبرو بازلر ولا ايه؟ وفي نفس الوقت يا ولاد ها مش الانترنال ده ادى الانتيرو سيربرال، الانتيرو سيربرال اليمين والشمال طلعوا انستيموز مع بعض. استفدنا ايه من المعلومه دي؟ ان لو في سجده في مكان الدم بيوصل للمكان الثاني. استفدنا حاجه ثانيه، انا دلوقتي في حاجه بنعملها كانفستيجيشن للفاسكولار اوكلوجن والكلام ده اسمها السيريبرال انجيوجرافي، انا عايز اصور البلاد فيزلز، فممكن تدخل بقسطره وتيجي عند القرش والاورتي وتدخل في الكاروتيد، تدخل في الكاروتيد اليمين ولا الشمال؟ مش فارقه لان كده كده الاثنين ايه؟ هنفتحوا على بعض. تقول لي طيب انا دلوقتي هصور الكاروتيد مش هصور الفيرتبرو بازل؟ اقول لك لا ما تزعلش، ما انا طالما حقنتها في الكاروتيد لازم توصل لمين؟ لان في كوميونيكيشن ما بين الكاروتيد سيستم والفيرتبرو بازل وما بين الناحيه اليمين وبين، يبقى انا لو حقنت صبغه في الناحيه اليمين هتروح لكل حته، ودي اسمها سيركل اوف ويلز، قلناها فين قبل كده؟ ودي اللي كان بيحصل فيها مصيبه مع الانفكتد اندو كاردايتس، مش كده ولا لا؟ كان بيحصل فيها مايكروبيك انوريزم ويرابشر ويعمل سبر اكونيت هيموريج والحوار ده كله. حلو الكلام؟ على فكره الدرس خلص والله، والله يا ولاد اللي هيذاكر اكتر من كده يبقى اوفر. تقول يعني ايه؟ هتقعد تالف، هتقعد تالف، اللي هيحفظ هيتوه، اللي هيحفظ هيتوه. اجمل حاجه ان انت هتقعد تالفها ونبدا كده مع بعض، يلا قدرتك على التالف، اقعد ما تصورته مليون مره قبل كده، حد ذاكر حاجه؟ هو اللي فات فاضل له قلبك يعني؟ بص يا دكتور، دكتور يلا هنبدا الاول بالميدل سيرفر ارتري. الميدل سيرفر ارتري ده دكاتره ممكن اتكلم؟ هو انا ايه؟ برضه لازم الواحد يعني تكون موجه شويه لاجابه سؤال نظري. لو جالي سؤال نظري بدرجه كبيره ديسكاس اوكلوجن اوف ميدل سيربرال ارتري او اوكلوجن لاي ارتري، واخد بالك هم اربع اسئله فيهم الحته دي. لو جالي سؤال اوكلوجن لاي حاجه لازم الاول تعمل اناتوميكال انترودكشن. يعني تقول الارتري ده ابن مين؟
احنا ماشي فين وبيغذي ايه في الانترودكشن. بعدين تقول لي اسباب الفاسكولار اوكلوجن، واسباب الفاسكولار اوكلوجن هقولها بكره ان شاء الله مع الامبليجن، هقول لك اسبابها اللي عمل فاسكولار اوكلوجن، اما ثرومبس يا اما هيموريدج يا اما انفلت، وكل واحده ليها الاسباب بتاعتها. ثم الكلينيكال بيشر من واقع هو كان بيغذي ايه، لو اتقفل ايه اللي هيحصل، لو اتقفل ايه اللي هيحصل، فاهمني ولا لا؟ بعد كده تقوم اي انفستيجيشن ها زي بتاعت الامبليجن، ثم تقول التريتمنت كاملا. يعني سؤال مصيبه، اصل بعضكم ايه؟ بص في كده البندر سيربر ارتي اوكلوجن نص صفحه، هو هناك النص صفحه دي ب 20 ورقه؟ لا الموضوع كبير، الموضوع كبير فاهمني ولا لا؟ وبعدين اقول كلمه هو انا اقول هيموبليجيا اسكت يا اولاد؟ فالسؤال تحس ان هو سؤال ايه؟ مش سهل يعني. لكن لما يجي بخمس درجات هو نص صفحه، خمس درجات ايه نص صفحه؟ ما تشرحش، انا مفيش وقت اصلا، ما انت عندك 20 سؤال كل واحد بخمس درجات، ما انت بتقول ايه؟ البونس هو تاخد الدرجه كلها، لكن لما يجي ب 20 درجه لا، ده انا لازم اقول اناتوميكال انترودكشن ها، واقول اسباب الفاسكولار اوكلوجن ايه، واقول الكلينيكال ديكشن بتاعت المرض ده تفصيلا، لو حصل كذا يحصل كذا، لو حصل كذا يحصل كذا، ثم انفستيجيشنز وتريتمنت كانها حاله هيموبليجيا. هنبدا ايه على بركه الله بقى الدبل سيربر ارتري. الدبل سيربر ارتري لو اتقفل ممكن يتقفل يا الكابسول برانش يا الكورتيكال برانش. لو اتقفل الكابسول برانش كله اتدمر وكله راح، اسمع مني مش هتضرب البرندل كله، هيحصل كونترا لاترال كومبليت هيموبليجيا. الا تذكرون ان الكابسول هيموبليجيا كانت كومبليت اه ولا بلا؟ الا تذكرون يبقى بلا، يبقى الهيموبليجيا بتعمل ايه يا ولاد؟ هتبقى كومبليت هيموبليجيا وكونترا لاترال كورتيكال سنسوري افكشن. طبعا مش انا قطعت الفايبرز قبل ما توصل للكورتكس، فبالتالي هيحصل كورتيكال سنسوري افكشن. ده حاجه الهيموبليجيا اللي شفناها كونترا لاترال هومونوما سيمي هيموبليجيا. وانا بتكلم عن نفسي ما تقولوا انا ليه طيب؟ الاوبتيك راديشن مش السمع والبصر يا دكتور، ايه الاوبتيك راديشن الضرب ده ايه؟ فكونترا لاترال هومونوس ما عنديش كوما، اصل الكوما دي مواصفات مين؟ الكورتكس. الكوما فاكرين خمس حاجات ورا الكوما وكونفرجن وكونتر اساس ونص وكلام مفيش ومجتمع مفيش والهبل ده؟ لا ما عنديش، انا بتكلم على مستوى مين دلوقتي؟ وكاني بتكلم على الهيموبليجيا تماما. طيب الكابسول برانش حلو، الكورتيكال برانش هي اللي اتقفلت. تقول لي طب مين اللي اتقفل من الكورتيكال برانش؟ اقول لك الفرونتال برانش. يلا لما اتقفل الفرونتال برانش بصوا لي هنا بقى، اتقفل الفرونتال برانش ده، دي الحته بتاعت اريا 4. اريا 4 دي الجزء بتاع مين؟ بتاع الجزء بتاع الابر ليب. بيحصل مونوبليجيا ولا هيموبليجيا؟ مونوبليجيا هتاخد مين؟ هتاخد الابر ليب ولا لا؟ كنت بقى الابر ليب ولا اللور ليب؟ ليه خدت الابر ليب؟ عشان الجزء اللي تحت، الجزء بتاع اللور ليب اللي فوق. حد عنده مشكله في حاجه؟ لو كنت كنت دوميننت وضربت ايه 44 و45 اللي هي اكسبريسيف و اكسبريسيا واجرافيا، ضربت ايه 4 ايه 8 ها جلوس اوف كونج ودايموند دو دو اوبوزيت ها سايد، مش كده ولا ايه؟ ده اللي هيحصل. دكتور ضربت البايتال برانش ايه 1 2 3 كونترا لاترال كورتيكال سنسور بس في الحته بتاعت لابر ليب بس، بس كورتيكال كورتيكال مش انزيزيا، كورتيكال معايا ولا ايه؟ انا ضربت الكورتكس يبقى كورتيكال بس. طيب لو انا في الدومينت وضربت ايه 39 اليكسيا، لو انا في الكورتكس ضربت ايه 37 ابراكسيا او سالب سبيش. طيب يا دكتور ضربنا الابر فايبرز وخدت كراديش، ربنا يستر كنت لاتر اللور كوادرنتك ها هم انا مصيبي انوبي. طيب لو انا كنت في التمبر اللور ضربت 41 42 جاست امبيرمنت لانها بايلاترالي ريبريزنت، لو انا في الدومينت وضربت ايه 22 ها اوديتوري ها اجنوزيا، لو انا ضربت اللور فايبرز وخدت كراديشن هيحصل كونترا لاترال ابر كوادرنت هومونوماس ديمي انوبيا. حلو الكلام. لو انا ضربت المين ارتري اكتب فاهم، بس اقول لكم حاجه هيحصل له ايه؟ مش دي كانت كومبليت ودي كانت خدت الابر ليند، بس هيحصل له كونترا لاترال هيموبليجيا بس الابر ليند افكت الارض. قول لي اشمعنى؟ بس الابر ليند ضربت مرتين، مره في الكبسول ومره ضربت فهمت حاجه؟ فهي كونترا لاترال طبعا، وعندي كورتيكال سنسور افكشن. حد معترض؟ ولو كنت في الدومينانت في افيزيا في الافيزيا ونص اوف كونجو اجمعهم يا دكتور، كونجو في اي موفمنت وكونترا لاترال هومون مصيني اعمله، عشان دلوقتي ضربت الابر واللور فكله على بعض سهله ولا ايه؟ هي لذيذة تمام، عشان تتكلم على الكبسول يعني هو اللي هيبقى العموم يعني مش كده ولا لا؟ يعني بدل الحاجه العامه الكبيره يبقى انت خدت الاكبر، يبقى انت جمعت الاثنين على بعض. اتفهمت؟ اتفهمت؟ تعالى لي. طب انا بقول اتفهمت، محدش بيرد ليه؟ في مشكله؟ ما تعملوا ليه طيب؟ يلا اللي بعدها انتيو سيبر ارض.
فقلنا هنضرب مين؟ اضرب الكبسول. الكبسول ما كانش فيه تكاثري. بص يا دكتور اللي هو مهمتر اللي هو بيلازم مين الحته دي؟ هو الجزء بتاع الحته دي اللي كان نازل فيها البرامدر، فهو في حته من البرامدر بس حته صغيره الحته بتاعت الجزء ده. فالمريض ده هيعمل ايه؟ هيعمل مونوبليجيا، هتاخد الدراع. بس هناخد مين في الدراع بقى؟ هتاخد الحته البروكسيمال وتسيب الحته الديستال. الحته الديستال دي فيها تدرج. يقول لك الحته دي ممكن تكون لها دبل بلاد سبلاي، تكون معديه الارتري تاني بيغذيها. لقوا لما الهرم الارتري بيتضرب بيحصل مونوبليجيا، وتاخد البروكسيمال وتسيب الديستال. واحنا عارفين من قديم الازل من زمان ان البراند ليجن بيجي ديستال اكتر من المره الوحيده. سجل التاريخ المره الوحيده اللي البراند ليجن ما يبقى الويكنس بتاعه بروكسيمال اكتر من ديستال لو كان في هرم ارتري.